الاخوه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عشاق البطوله الوطنيه ان شاء الله الرحمن الرحيم الجماعه غتستانا في البطوله. كاين مقابله افتتاح، كاين شباب السالمي والوداد. شباب السالمي فريق طموح كيحتل المرتبه الثالثه مع الزعيم الوداد اللي كيتقدم اللي كياخذ الرتبه الاولى في البطوله. نتمنى تكون مقابله مزيانه، فريق تجربه والابطال مع فريق طموح. نتمنى يكون المقابله مزيانه، كتبعها الرجاء والمحمديه. الرجاء والمحمديه كيف كنعرفوا فاخر ولد الرجاء، كتولي شويه النديه. نظرا للقرب والحساسيه ما بين الرجاء والمحمديه، كاين مقابلات زوينين، كاين مقابله الجيش اولمبيك اسفي، كاين حتى هو مقابله زوينه. ان الجيش كتقلب على باش تسلق المراتب، اسفي خصو يخرج من المراتب الاخيره. جيب معاه مقابله زوينه، كاين فارس والحسنيه حتى هو مات زوين تبارك الله. كاين اثبات الذات ما بين وجده وجديده، جديده اربعه الماتشات وجده خرجوا حتى هما يا خاسرين مع بركان، جديده معادله مع بركان. المقابله ان شاء الله تكون مزيانه. كاين اسفل الترتيب طنجه، كاين طنجه وتزم. مقابله صعيبه للفريقين، يعني طنجه خصها تربح الميدان ديالها. سريع وتزم ما خصوش يخسر، الا خسر غادي يبقى في المراتب الاخرى. كاين بركان والفتح، فتح حتى هو في المراتب الاخرى، بركان باغي يتسلق حتى هو المراتب. كنتمنوا ان شاء الله يكونوا مقابلين زوينين. كاين اخرين بداو برشيد حتى هما شويه كيصارعوا باش يبعدوا من المناطق الخطيره اللي كتودي للدوزيام ديفيزيون، واخا باقي شويه الوقت. كنتمنوا ان شاء الله تكون البطوله زوينه هذه السيمانه، نظرا للمقابله شويه قاصحين نظرا للترتيب. كنتمنوا هاد 10 ايام ديال التوقف يكونوا شي فرق ضعافين يستعدوا مزيان، واخا الفرق الكبار شويه كيحتاجوا ان اللاعبين الدوليين يلتحقوا بالمنتخبات الوطنيه، لا الرديف ولا المنتخب الاول. واخا المنتخب الاول ما فيهش بزاف، يلا فيه الشيبي، فيه الزنيتي، فيه التكناوتي، شي حاجه قليله. وكنتمنى ان شاء الله عشاق البطوله الوطنيه يتابعوا هذه السيمانه ان شاء الله بشغف، ونتمنى تكون الفرجه وكل افتتاح في البطوله الوطنيه ان شاء الله مرحله الدوره. وكنشكر جميع الاخوان المتابعين للبطوله الوطنيه وقناه العربي زهور. نتمنى ان شاء الله تابوناو معنا وتشاركونا وتدعمونا باش نزيدو نقدموا الافضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.